نعم، الموضوع. ماذا نعم تحتاج زحلي اليوم لإدراجه على برنامج الثقة للحكومة اللي أخذ 122 صوت؟ برنامج الثقة للحكومة كان برنامج أخذ موافقة زي ما حتى من حلفائنا، معناتها أنه كنا نحن معتبرينه بيمثل آرائنا وبيمثل مطالبنا. هلا نحن أكيد كزحلة لحال عنا كثير أمور بدنا نطالب فيها. كنا ماذا تحتاج زحلي تحتاج بداية؟ زحلة إلى إن ما كثير نحن عوقبنا كل هذيك السنوات، بس ربحنا الانتخابات بال 2005 عوقبت زحلة. طب اليوم أنتم مع من خلال حلفائكم والرئيس سعد الحريري بخط واحد اليوم، يعني ما بقى فيه الخلاف الذي كان قائما، تعتقدون مرحلة التعويض ستبدأ من اليوم على زحلة؟ إن شاء الله تكون مرحلة التعويض تستفيد منها زحلة من خلال الإنماء لزحلة. ممكن تعطي مثال؟ مثال مثلا انه في شبكة المياه بزحلة يلي عمرها مدري كم سنة مهترئة، صارت عندنا مشكلة مياه كتير كبير، ما عندنا مدير لمصلحة المي بزحلة. اذا هذه مشكلة تعيينات ايضا اضافية تطالكن؟ طبعا عندنا مشكلة تعيينات وعندنا ضرورة اعادة شبكة المياه كلها كلها كلها، لانه زحله تعاني من مشكله مياه. مسعي طولة وزاره الطاقه والمياه كانت بحوزتكم كمعارضه بالحكومه السابقه. ايه بس قد ايه كانت بحوزتنا؟ كم شهر؟ سنه على الاقل. لا ما كانوا سنه، قعدوا انجا 8 شهور. لا انجا 8 شهور قعدوا 10 في شهر بس عندك رئيس الحكومه هو اللي بده يمضي، ما خص الى هذا الحد يستطيع ان يعاقب مدينه كزحله؟ طبعا لقلك لأي حد. كمان نحن كمؤسسة جوزيف طعمس كيف الخيرية اجينا مساعدات من دولة الكويت بقيمة كتير كبيرة، بس مساعدات من دولة مفروض تمر من خلال المؤسسات الرسمية. المؤسسات الرسمية ما مضت من قبل الرئيس سنورة المساعدة لمؤسسة الخيرية. طب اليوم وزارة الطاقة مع الوزير جبران غسيل ورئيس الوزراء، ورئيس الوزراء اليوم يعني هو رئيس لكل لبنان وحاز على ثقتكم وعلى تصريحكم وعلى تنسيق معكم. ان شاء الله بكره بنشوف. محضرين ملفات سيدي؟ طبعا هاشم. كيف لك؟ طبعا لن تناموا يعني هذه المرحله؟ لن ابدا هذه المرحله ما فيها نوم. لن نسكت لن نستكين ابدا، ما فيها نوم. هاي مرحله لجان مشكله حتى متابعه كل الامور، كل الملفات، كل الملفات السياسية المطروحة، ملفات الوزارات، كل شيء. عندنا متابعة دقيقة لكل الأمور يلي عم بتصير ومواقف تتخذ من كل الأمور اللي عم بتصير. في ملف زراعي انطرح وقيل بأنه في له جانب سياسي أو عنوان سياسي، زحلة زراعية أيضا البقاع يعني هو معقل الزراعة في لبنان. معالي الوزير وزير الزراعة الجديد الدكتور حسن الحاج حسن يقول انه ما في مواد سامة، في ترسبات طبعا من المبيدات. شو الترسبات يعني؟ كيف تجي الترسبات؟ من إساءة استعمال الدواء الزراعي. وهذا موضوع الزراعي أثير بخلفية شخصية إلى هذا الحد. إلى هذا الحد السيدة غادة عيد هي قرابته لل دون أن نتطرق إلى المسير الموضوع يعني. من خلفية شخصية. طيب أنتم وتبين بعدين أنه ما له أساس من الصحة. طيب اليوم في متابعة بعد وكانت جايبة ضيوف إلى خلينا ببرنامجنا، خلينا ببرنامجنا من دون ما نطرق إلى الآخرين. لا أنا عم بحكي كوزير زراعة اليوم، حتى لو بطل وزير زراعة مظبوط بعده عم بيتابع مع الوزير الدكتور حسين الحاج حسن، يعني كمان هذا الملف صار في اتهام لوزارة الزراعة. لوزارة الزراعة ومن حقه كوزير ولو أصبح وزيرا سابقا أن يتابع ملف شائك يعنى بأقرب الأقربين طبعا بأمور منطقته. بأمور منطقته بس ما كمان ما تنسى انه وزارة الزراعة ما كان عندها سيولة يعني ميزانية ابدا. هلا عم بيقول الوزير الجديد انه طالب بالبيان الوزاري، في صفحة طويلة عريضة لطلبات وزارة الزراعة، او اذا ما تأمنت ما حدا في يعمل شيء بوزارة الزراعة. نعم ما في موظفين. يحكى انه وزارة الزراعة وزارة البيئة وزارة السياحة هو لازم يتحولوا الى وزارات سيادية، وزارة الصناعة لانه لبنان بلد سياحي صناعي وزراعي زراعي. طبعا لازم يتحولوا الى وزارات سيادية. طبعا نحن بنعتبرها وزارة الزراعة وزارة سيادية طبعا، بس هم ما عم يتعاملوا معها كوزارة سيادية يعني ما عم بيأمنوا لها المقومات والموازنة الكافية اللي بتخليها
تصعد بأمور شو الواقع، شو الواقع الزراعي بالبقاع اليوم؟ الواقع الزراعي نحن عم نصدر كتير لبرا، المزارع الزحلاوي كتير عم بيصدر لبرا، ومنتوجات الزراعة كتير منيحة، في أطنان من الخضرة والفواكه بتتصدر لبرا حتى على لندن. نخبة يعني؟ نخبة طبعا بتتصدر على لندن، لندن عندها معايير كتير عالية، يعني كل اللي انحكى عنه مش مظبوط، ما عمل غير انه يسيء لسمعة المزارع والزراعة اللبنانية. هل كل شيء حصدناه من هالامور يلي صارت انه المتضرر كان المزارع والصيت الزراعه اللبنانيه. حضرتك قلتي نحن مقبلون على فصل شتاء، وشتاء زحله منه هين قاسي جدا، ان كان بالطرقات التي دائما يعني طريق ظهر البيدر تصبح عنوان حقيقي للخطر، معلش خلينا نحكيها بالواقع، او حتى المواطن يعني لجهه التدفئه لجهه مقتنيات الحياه اليوميه، ونحن على عتبه اعياد كمان. طبعا بشرتنا الوزيره الحسن انه اول بند باول جلسه سيكون دعم المازوت. اهم شيء دعمنا المازوت، ولكن في ناس مش قدرانه تحصل على المازوت حتى، مدعوما او غير مدعوم. شو رح يكون لكم تحرك ككتله شعبيه؟ نحن بهالموضوع عنا تحرك كمؤسسة خيرية، نعم، يلي ترأسها مدام مسكاف مارتولا إليبيك، هي اللي بتعنا بالأمور الاجتماعية للمساعدات من هالناحية. نعم. ما رح يكون في لكم مع الدولة اللبنانية مع الحكومة اليوم أي مساعدات؟ نحن بدنا نضغط مساعدات كيف؟ ربما عبر مؤسسات الدولة يعني اللي رح تتعامل معنا الدولة. أنتم منكم جزء من الدولة؟ بس الرئيس حريري ان شاء الله يكون مقرر يفتح معنا قنوات اتصال ويقبل يدعمنا. ما عم نقول لك هلا عنا كان مساعد مرحله طويناها، بدنا نشوف هلا رح تمرق. طب هاي الورقه رح تمرق هلا؟ بعدها موجوده الورقه، بدها متابعه من قبلكم. إيه طبعا، كيف لكن؟ كيف لكن؟ بدنا نتابعها. شو اختبار نيات اذا امام الحكومه قبل امتحان الالتزامات؟ مش الحكومه، ايه اكيد اختبار نيات، اكيد بدنا نلمس شيء من هالمصالحه يلي صارت. كيف لكن؟ ما بتعتقدي رح يكون لها مردود ايجابي؟ ان شاء الله، انا عم بتامل طبعا انه يكون لها مردود ايجابي على الشعب. في اتكال على حلفائكم في الداخل؟ الاتكال على الكل. انهم يضغطوا؟ تحتاجون الى مصالحه مع الرئيس سعد الحريري؟ مصالحة هلا كل الناس عم تتصالح او مصارحة بعض. خلينا نقول مثل ما قالت ليش لا، كل الناس عم تتصالح مع بعضها. ضروري نحن كمان كقطب اساسي وكزعيم كاثوليكي طبعا ضروري يتصارح مع سعد الحريري. طبعا في حدا عم يشتغل على هذا الخط؟ مش على عيني. تنتظرون دائما المبادرات، ما في حدا عندكم يعني ربما هيك يوضع استراتيجيه او خطه حتى ما يبين انه من ساعة الى من؟ اذا في تعلني عنها. ما هو الواقع الكاثوليكي اليوم؟ طبعا يعني خساره الانتخابات في زحله طرحت علامه استفهام، لانه كمان الزعامة الكاثوليكيه لم يعترف بها في الكتله الثانيه، ومن حصد الرقم الاعلى كان الوزير الي ماروني، وكان النقاش والى ما هنالك واساس الخلاف. وحتى عندما صار التمثيل في الحكومه كان في شكوى من الوزير فرعون تحديدا انه تمثيل الكاثوليكي لم يكن على المستوى المرجو او المنشود. ما هو الواقع الكاثوليكي؟ كان في انتخابات اجلت؟ اجلت نعم. هلا مشرزم الواقع الكاثوليكي؟ مشرزم طبعا، مشرزم، مشرزم جدا. مثل انه واحد كان عنده راسه راس، نعم، ضاع هيدا الراس، ضاعت الاعضاء. شو كيف بدنا نرجع نتمركز؟ طيب ومن سيسعى؟ هل هي الكنيسة؟ يعني هل هو الشق الديني من الموضوع؟ مش بس الشق الديني، لا، مفروض كل أقطاب المجتمع تسعى لهال إعادة هيكلية وإعادة ضم الصفوف الكاثوليكية. بس حضرتك أكيد بتعرفي مثل ما كل الناس بيعرفوا حتى بانتخابات المجلس الأعلى الكاثوليكي أو كمان في سياسة وفي توافق وفي توزيع وفي توزيع سياسة بالحياة طبعا، بس ما كثير فينا نعطي هلا تفاصيل ومعلومات. إذا في مفاجآت كثير أمور عم تنشغل بس ما فينا نعلن عنها.
خسارة الانتخابات النيابية لا تعني خسارة الحياة السياسية. طبعا ولا تعني خسارة الزعامة السياسية اللي هي ما بتتوقف على مقعد نيابي. نعم، لأن إذا نقرأ بتاريخ لبنان في كتير أقطاب وزعماء، أبرزهم حليفكم سليمان باي كان كمان منيا بخسارة، رئيس عمر كرامة منيا بخسارة، الرئيس سليم الحص، دكتور سليم الحص كمان منيا بخسارة. يعني الحياة السياسية